السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وربطنا على قلوبهم، القلوب تزيغ والمثبت الله. فمهما بلغ الإيمان في قلبك لا تتوقف عن سؤال الثبات. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا وهو نبي الأمة وأفضل الخلق. لولا تثبيت الله لقلوب عباده للعبت بهم الشياطين، ولما قام أحد منهم بأمر الله. وقد سمي القلب قلبا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. القلب هو أعظم الأعضاء خطرا، وأكثرها أثرا، وأدقها أمرا، وأشقها إصلاحا، وأصعبها حالا، وهو الآمر المطاع، ومصداقه قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كان فتية الكهف على دين الحق، ومدينتهم كلها تعبد الأوثان، فلما ربط الله على قلوبهم هان عندهم كل شيء. فسل الله دوما الثبات وأن يربط على قلبك، واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. أهلا بكم في فترة الغروب. ومع حكاية مسجد يتميز بلونه الأزرق يقع في ساحة الشهداء في وسط العاصمة اللبنانية، هو درة بيروت الذي يحمل تاريخا عريقا. شيد مسجد محمد الأمين قبل قرن ونصف القرن، وتمت تسميته نسبة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومر بمراحل تاريخية عدة، آخرها إعادة بنائه مطلع القرن الحالي ليتسع لأكثر من 5000 مصل ويصبح أكبر مسجد في بيروت. فما حكاية هذا المسجد وما أبرز معالمه التاريخية؟ جوانا ناصر الدين تحدثنا أكثر عنه. لحظة اللي بتطل على وسط بيروت أول ما بيخطف الأنظار هذا الامتداد الذي يرضي الفن بمساحة الأفق، وكأنه هذا الصرح المعماري الديني التاريخي ينادي كل من تطأ قدماه وسط بيروت ليقترب ويكتشف هذه القيمة الجمالية والثقافية. مسجد محمد الأمين من أضخم مساجد لبنان وأجملها، مليء بالذكريات والحكايات، صرح ديني جليل بروحانيات مختلفة وشعور ممزوج بين الخشوع والرهبة والإعجاب. بين ساحتي رياض الصلح والشهداء بيحتل موقع جغرافي متميز. أما التعريف الأول بالمكان فمنقراه عند أحد المداخل حيث كتب: عمر جامع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين الرئيس رفيق الحريري، وافتتحه سعد الحريري في 17 تشرين الأول 2008. لكن حكاية المسجد بدأت أواخر القرن التاسع عشر، وتحديداً عام 1853، عندما أصدر السلطان عبد المجيد الأول قرار ملكي بتقديم الأرض كعربون شكر لبعثة من الراهبات كانت خيمت بالمكان لمعالجة وباء انتشر ببيروت. ولكي تكون البادرة السلطانية متوازية بين المسيحيين والمسلمين، أصدر السلطان بالوقت نفسه فرمان آخر منح بموجب المسلمين قطعة أرض أخرى بنوا فيها سوق تجاري عرف من حين باسم سوق أبو النصر، كذلك دار فخمة خصص بعض غرفها باسم الزاوية الخلوتية اللي تحولت إلى مسجد تقام فيه الصلاة، أطلق عليه الناس اسم جامع محمد الأمين. على مساحة 10700 متر مربع تتوزع على 4 طبقات وبتتسع لأكثر من 5000 شخص، يقع المسجد المكون من 4 مآذن مطلية باللون الأزرق الساحر وأبواب مكسية بالحجر الصخرب. بتجتمع بالمسجد عدة مدارس معمارية تاريخية، فالتصميم الخارجي يظهر فيه الطراز اللبناني
ويتضح المزج بالمآذن والقباب، بينما استخدم المهندسون الأسلوب المعماري المملوكي بالزخرفة والنقوش الذهبية الخارجية، ويشهد تصميم المآذن على التطور المعماري الإسلامي. العمارة الداخلية لمسجد الأمين بتجسد الفترات الإسلامية المتعاقبة الأموية والفاطمية والمملوكية الممزوجة بأصالة الحرف اللبناني باستخدام الزجاج الملون والأخشاب والرخام المصنوعة على أيدي حرفيين محليين، ويتزين السقف بثريات مصنوعة من النحاس والكريستال استحضرت من إيطاليا لتزين المسجد وتضفي عليه طابع تاريخي وفني. أما الجزء العلوي من جدران المسجد فهو تحفة معمارية متفردة لكون مزين بآيات قرآنية مكتوبة بحبيبات الكريستال الصغيرة. وضع الرئيس الشهيد رفيق الحريري حجر الأساس للجامع بشهر رمضان من العام 2003، واختار السجاد بنفسه وقام شخصياً باستنباط توليفة من النماذج المقدمة من ألوان وإطار زخرفة، وأشرف شخصياً على متابعة إنتاجه وتوريده إلى الجامع، إلا أنه جريمة اغتياله سبقت إنجاز المشروع اللي رعاه، فدفن إلى جانب المبنى اللي كان قيد الإنشاء. من هون يكتسب جامع محمد الأمين خصوصيات وجدانية كتيرة، وميزته بتبقى بموقعه بالوسط التاريخي لمدينة بيروت بعانق أجراس الكنائس، وبتتغلغل الشمس بين مآذنه عند الغروب. تمكن النبتة من النمو إلا إذا سقيتها واعتنيت بها، وكذلك الطاعة والعبادات التي نظن أننا اجتهدنا فيها بكل ما نملك في شهر رمضان المبارك، معتقدين أن استمراريتنا عليها لا مفر منها، ثم لا يمر سوى بضعة أيام لنعود إلى سابق عهدنا غافلين عن الذكر وهاجرين للقرآن غير منتظمين في الصلوات. ويبقى السؤال، كيف نستمر بالطاعات بعد رمضان؟ حتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع بس أن نرحب بالأستاذ الدكتور نذير الصالح، أستاذ الفقه وأصوله. أهلا وسهلا دكتور، شرفتنا. حياكم الله. قبل طاعتكم وكل عام وأنت الله بخير. الله يتقبل الطاعات منا ومنكم إن شاء الله. أهلا فيك. يعني رمضان هو زاد للتقوى وزاد للطاعات على مدى 30 يوما، هذه الفكرة عظيمة جدا، حدثنا أكثر عنها دكتور. حياكم الله، الله يعطيكم العافية، كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. شكر الله لكم هذه الاستضافة في قناة رؤيا، وشكر الله لك أستاذة رنا. الفكرة أن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد الوصال. نعم. ويحب الله سبحانه وتعالى من عبده أن يبقى دائما متصلا به، ولذلك يبقى العبد في حالة عبادة. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية من الخلق. نعم. تماما، الغاية من الخلق وهي مستمرة. الفكرة من المواسم التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للعبد هي عبارة عن زادات إيمانية، يعني إحنا بيمر علينا رمضان في 30 يوم، كم يستطيع الإنسان أن يحصل خلال هذه الفترة الزمنية 30 يوم من العبادة والطاعة والاعتقاد والذكر لله سبحانه وتعالى، كم بمقداره أن يحصل، ثم يأخذ هذا المخزون معه طوال العام، كأنه زاد لبقية تماما أيام. إذن المسألة هي متعلقة بالزاد. نعم. إذن إحنا نتزود في رمضان لما بعد رمضان، الغاية مش رمضان. نعم. نحن نتزود في رمضان حتى نعبد الله سبحانه وتعالى في طوال العام. هذه فكرة عظيمة. هذه الفكرة الأصلية. يعني نعم. البعض تغيب عنه للأسف. صحيح. يظن إنه هي 30 يوم، أول يوم شوال ينتهي. تنتهي الحالة الإيمانية. نعم. تماما. بيرجع الإنسان يمارس المعصية وبيرجع يمارس الحياة الطبيعية كأنه لم يطع الله سبحانه وتعالى أبدا خلال رمضان. نعم. هاي الإشكالية، الله سبحانه وتعالى بده منا الديمومة، بده منا الاستمرارية، بده منا نضل في حالة قرب دائم منه سبحانه وتعالى. نعم. يعني العبادات التي يمكن أن نغفل عنها هي عبادات كثيرة غير مختصة فقط بالشهر الفضيل. صحيح. نصائح دكتور حتى نستمر بالطاعات بعد شهر رمضان المبارك حتى لا يقتصر هذا الجهد على 30 يوما. صحيح. فقط يعني أنطلق دائما من الفهم. نعم. إذا الإنسان فهم غاية وجوده في هذه الدنيا وأنه موجود في هذه الدنيا لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى بكل مكوناتها، بينقلب في حياته من حالة أداء لوظائف عادية إلى حالة عبودية دائمة لله سبحانه وتعالى. فالانطلاق دائما يبدأ من الفهم. نعم. ثم بعد ذلك هنالك بعض المعينات التي تعينه، من هذا
أن يكون صاحب إرادة. نعم. أن يكون صاحب إرادة. الإنسان إذا يعني جرب في رمضان أن يصنع جملة من العبادات يكتشف أن لديه حالة إرادة، يكتشف أن لديه قدرة كانت كاملة موجودة لديه، ولم كاملة لم يحركها في السابق، حركها في رمضان، فالآن بيبدأ ينطلق. يعني هذا الإنسان الذي لا يقوم الليل واكتشف أنه يستطيع أن يقوم الليل بصلي التراويح. صحيح. وبيرجع بيغفاله شوي وبيصحى بعد ذلك فيقوم الليل حتى صلاة الفجر ثم يستمر بعد ذلك في أعماله. إذن في عندي أنا طاقة وقدرة. أن يعرف الإنسان أن لديه قدرة هذا بيعطي دافع أن يستمر بعد رمضان. الخطوة الأولى. أنا جربت. نعم. أنا جربت ونجحت. الإنسان الذي يتكاسل عن الصيام في طوال العام، طب أنا جربت يعني يمكن أول يوم يومين تعبت في رمضان، بعد ذلك شعرت بالراحة والهدوء وصار الأمر سهل وميسور بالنسبة إلي، طب ليه بقطع بعد رمضان؟ فالأصل الإنسان يبقى في حالة وصال مثلا في الصيام. من الأمور الجيدة أن يتواصل الناس بين بعضهم في الطاعات. نعم. ربنا بيقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فمن الجيد أن يجد الإنسان لنفسه صحبة صالحة تعينه على الطاعة. نعم. يعني نتفق والله إحنا بدنا نصلي اليوم قيام الليل مع بعض، اليوم بدنا نتصدق مع بعض، اليوم بدنا نصوم يوما مشتركا ونفطر مع بعض. خلينا نعمل حالة المزاوجة هاي ما بيننا وبين الناس حتى نعين بعضنا على بعض في الطاعات والعبادات. هذه الفكرة عظيمة دكتور، فكرة العبادات الجماعية في رمضان. نعم. ربما أكثر انتشارا في موسمي رمضان والحج أيضا. صحيح. العبادة الجماعية. صحيح. التشجيع الجماعي هي فكرة عظيمة إذن. صحيح. نعم. ربنا قال إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قدم المثنى على الفرادى لماذا؟ لأنه عادة الفرد بيقوم بيتعب بعد شوي أو تفتر همة. تفتر الهمة. نعم. لكن لما نكون مع بعض لا أنا بذكر صاحبي وصاحبي بذكرني، من كان معي يشد من أزري، إذا أنا شعرت بحالة فتور لا في حدا بيشيلني، فتبقى الهمة متوقدة وتبقى المنافسة حاضرة وبالتالي نبقى في تسابق إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن خلق بيئة صالحة ربما أيضا هي من الأسباب المعينة للطاعات دكتور، خصوصا البعض يعني يحتاج إلى هذه الدفعة القوية، هذا التشجيع القوي، لكن إذا لم تتوفر هذه البيئة كيف يخلقها لنفسه؟ خصوصا إذا كان في بيت أو عائلة لا تهتم كثيرا بالطاعات والعبادات كيف يخلق هذه البيئة؟ الإصرار على أنني سأقترب من الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنني سأؤسس لهذه العلاقة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته ابتدأ فردا ثم صار أمة صلى الله عليه وسلم. أن يضمر الإنسان في نفسه أنني أريد أن أقترب إلى الله سبحانه وتعالى وأريد أن أحول البيئة التي حولي لتصبح قريبة من الله سبحانه وتعالى. هذه فكرة عظيمة. نعم. إنه أنا أنطلق في الدعوة أول مرة ممكن أكون لحالي، ثاني مرة يمكن أتغلب شوي، بعد ذلك سيرى الناس مني إصرارا على هذه الفكرة وخلق هذا الجو الجميل من القرب من الله سبحانه وتعالى، ثم ستلتئم إن شاء الله. نعم. تعالى وتنتقل هذه العدوى الإيجابية. نعم. في المجتمع. جميل. كله بإذن الله وفي المحيط. وأهميته دكتور في التثبت على الطاعات كم هو مهم؟ هو الأساس. نعم. هو الأساس. دائما نحن نقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. يعني الإنسان يتقلب، الآن الحالة الإيمانية قد تكون مرتفعة في لحظات أوجهها. معينة. نعم. في أوجهها. يعني الإنسان الآن مثلا إحنا في العشر الأواخر الحالة الإيمانية عند الناس عالية جدا والوعي الجمعي كبير طبعا. نعم. الناس الآن بتطلع في المساجد وبتصلي وتذرف الدموع وراء أئمة المساجد جزاهم الله خير عنا، لكن بعد شوي إذا فترت الهمم ببلش الإنسان يبتعد عن هذا الموضوع. نعم. فالأصل أن يبقي الإنسان يعني في حالة دائمة. كيف أثبت ذلك؟ أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتني على الطاعة، أني أظل دائما بالقرب من الله سبحانه وتعالى. من دعا الله سبحانه وتعالى وكان قريبا منه الله لا يذره وحده. نعم. سيكون معه عونا ونصيرا ومعاونا له على البقاء في هذه الطاعة المستمرة. نعم. لكن إذا ترك الدعاء وترك الأمر سرعان ما يفتر، خصوصا يعني إذا كان فعلا نية خالصة لله سبحانه وتعالى وحقيقية الإرادة كما ذكرت دكتور. صحيح. سؤال أخير دكتور. صحيح. ما هي العبادات التي نستمر التي يجب أن نستمر عليها بعد رمضان؟ جميل. التي يعني تعطينا الهمة دائما والنشاط وهذه الحالة الإيمانية الجميلة التي كنا عليها في رمضان. صحيح. شوفي الإنسان رمضان كان دورة تدريبية بليفل عالي، خلينا نقول الآن لابد أن يستمر الإنسان على كل العبادات التي سار فيها في رمضان. جربت نفسك في الصيام مرارا والآن 30 يوم وأنت صائم، تعبت يوم يومين لكن بعد ذلك أمورك صارت ممتازة، طب لماذا نترك الصيام بعد رمضان؟ الأصل في عندي 2 وخميس، في عندي 6 من شوال، في عندي بعد شوي ذي الحجة، إذن الأمور متتالية متلاحقة. في مواسم متلاحقة. نعم. فالصيام لابد أن يكون حاضرا. الصدقات، الناس جربت اليوم الصدقة
طب ليه ما يتركها الإنسان بعد رمضان؟ إحنا في العشر الأواخر الإنسان يوزع صدقاته في كل ليلة، عسى أن توافق ليلة القدر، فلماذا يترك الإنسان هذه الطاعة الجميلة بعد ذلك؟ قيام الليل في حالة، يعني إحنا يوميا نقوم الليل بنصلي التراويح، أول ليلة يعلن فيها العيد الناس بتبطل تقوم الليل. صحيح. لماذا؟ لابد أن يبقى هنالك صلة مع الله سبحانه وتعالى ولو بركعتين. نعم. بشكل يومي لابد أنه الإنسان بعد صلاة العشاء يصلي ركعتين قيام الليل لله سبحانه وتعالى. إن استطعت أن تتهجد فاصنع. الدعاء ولذة الدعاء والمناجاة والسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى لما يترك؟ إنسان يعني كما يقولون من ذاق عرف ومن عرف غرف. نعم. فالأصل الإنسان أنه يغترف. صحيح. الآن بعد هذا الموسم العظيم الذي مر عليه في رمضان. نعم. الآن عرفت حلاوة القرب من الله، فلا تترك هذه الحلاوة تتفلت من يديك. جميل. اصنع ما تستطيع أن تفعله لتقترب من الله أكثر. جميل. الله يجزيك الخير دكتور نذير الصالحي، شرفنا اليوم. نسأل الله دائما الثبات والقبول في هذه الأيام الفضيلة، وأن يثبتنا على الطاعات والعبادات ما بعد رمضان أيضا. كل الشكر الدكتور نذير الصالح أستاذ الفقه وأصول، وشرفنا، وكل عام وأنت بخير. أنت بخير، شكرا لك. أهلا بك دائما، ومكملين معكم فترة الغروب ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. صلاة الجماعة شعيرة من شعائر الإسلام، وأداؤها طاعة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وابتعاد عن النفاق، كما أنها تزيد في الأجر والثواب عن صلاة الفرد لوحده، وهي سبب لتكفير الذنوب والخطايا، وهي اجتماع للمسلمين وإبعاد الشيطان عنهم. ولكن ما هي أحكام صلاة الجماعة؟ الجواب الشافي عند فضيلة الشيخ أحمد العساف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله أحبتي في الله. يكثر الناس في رمضان من الالتزام بصلاة الجماعة والالتحاق بصلوات الجماعة، ولكن هذه الصلاة لها بعض الأحكام، وبعض المصلين يجهل هذه الأحكام، فنريد أن نبين في هذه الدقائق البسيطة بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة. بعض يسأل، هل يجوز أن أقتدي أنا بإنسان يكون مأموم؟ يعني هناك صلاة جماعة، هناك إمام ومأمومين، أنا نويت الاقتداء بشخص هو مأموم، فنقول هنا لا يجوز لك الاقتداء بالمأموم، لا تصح القدوة هنا. الإنسان لا ينبغي له أن يكون تابعا ومتبوعا بنفس الوقت. أما إذا دخلت إلى الصلاة وجدتم قد أنهوا الصلاة وهناك شخص كان مأموما مسبوق أتى بالصلوات التي فاتته، يجوز لك أن تقتدي بهذا الشخص لأنه انتهى من صلاته الأولى. هناك حالات يجوز الاقتداء بالإمام وحالات لا يجوز الاقتداء بالإمام. مثلا فيجوز أن يقتدي الرجل بالرجل، وتصح قدوة المرأة بالرجل، وتصح قدوة المرأة بالمرأة، ولا يصح مثلا قدوة الرجل بالمرأة، فينتبه الإنسان في هذه القدوات حتى تكون صلاته صحيحة. هناك بعض الشروط لصلاة الجماعة، منها أن لا يتقدم المأموم على إمامه، تقدم الإمام على المأموم، والعبرة عندنا في تقدم الإمام على المأموم بالكعب وليس برؤوس الأصابع، فيكون كعب الإمام وكعب المأموم، كعب المأموم لا يتقدم على كعب الإمام. وأيضا أحبتي في الله، يشترط في المأموم أن يعلم بانتقالات الإمام، أن يسمع انتقالات الإمام، أو أن يرى الإمام ويرى انتقالاته، أو أن يسمع شخص يبلغه انتقالات الإمام، اشترط ذلك في القدوة وفي صلاة الجماعة حتى تكون صلاته وحتى ينول أجر وثواب صلاة الجماعة. أيضا يشترط أن ينوي المأموم القدوة أو أن ينوي الجماعة، فلا يلتحق بالإنسان بإمام دون أن ينوي القدوة ودون أن ينوي الجماعة، لأنه إذا أطال الإمام في ركن معين ولحقه وتابعه في هذا الركن وأطال معه من غير هذه القدوة تبطل هنا صلاته، فيحذر الإنسان وينوي ويستحضر النية، نية الجماعة عند الاقتداء بالإمام. أيضا أحبتي، يشترط في المأموم أن يتابع إمامه في الأركان، فإن تأخر عنه بركنين أو تقدم عليه بلا عذر تبطل صلاته حينها. والسنة أحبتي أن يتبع المأموم الإمام، عندما ينتهي الإمام من فعله للركن يشرع المأموم بهذا الركن ولا يسبق الإمام،
لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه في صلاته. يسأل البعض مثلا متى أدرك الركعة في الصلاة؟ تدرك الركعة أحبتي في الله إذا ركعت مع الإمام باطمئنان قبل ارتفاعه لأقل الركوع، فإذا ركعت مع الإمام باطمئنان تكون هنا قد أدركت الركعة. هناك من يسأل بما تحصل الجماعة؟ تحصل الجماعة بإمام ومأموم، فتسمى حينها جماعة ويحصل بها أصل ثواب الجماعة. وصلاة الجماعة أحبتي في الله لها فضل عظيم، يجب علينا أن نحافظ عليها وأن نحرص على أن نكون في صلاة الجماعة، لأن لها من الأجر والثواب العظيم. جاء في الحديث إن صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على هذه الصلاة، وأن يجعلنا ممن يحافظون على الجمع والجماعات، وأن يكون ذلك في ميزان حسناتنا. إنه نعم السميع المجيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جعل القرآن مناراً للمهتدين وضياءً للسالكين ومعجزةً باقية إلى يوم الدين، لا يعتريه النقص والتبديل ولا التحريف والتغيير. ونحن في شهر رمضان في روضة فواحة بالفضائل والعبادات المتنوعة، وعلى رأس هذه العبادات قراءة القرآن الكريم، فللقرآن ارتباط وثيق بالصيام عموماً وبرمضان خصوصاً، فكلاهما يصفي الروح ويجلو القلب والعقل، والقيام بهما معا له شأن من الحلاوة والراحة. يا أمة القرآن، إن كتابكم لهو الشفاء وصحة الأبدان، وهو الدواء لكل جرح غائر، وهو المحارب نزغة الشيطان، وهو البلاغة والفصاحة كلها، وهو الحضارة في علو مكاني. فضيلة المفتي محمد الرواجدي في كلام طيب يحدثنا أكثر عن فضائل القرآن الكريم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وإنعامه وامتنانه. خلق الخلق ليعبدوه، وركب فيهم العقول ليعرفوه، وأسبغ عليهم النعم ظاهرة وباطنة ليشكروه. كملنا بالعقل وجملنا بالنقل، وذاك في ذاك فقف أيها العقل عند منتهاك. والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، ومصباح الرحمة المرسلة، وشمسه للإسلام، من تولاه الله بالحفظ والعناية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والطاعات وسائر الأعمال. نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره أن أعطانا فسعة في العمر وبركة في الزمان، مكنتنا من إدراك شهر رمضان، هذا الموسم العظيم من مواسم الخير والطاعة والقربة، الذي يتقرب فيه المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى بركن الصيام، ويتعبد فيه العابدون لله سبحانه وتعالى بأصناف متعددة من أصناف الطاعات والقربات. هذا الشهر الذي هو فرصة لمن أحسن في استغلاله وأحسن في استثماره بما يرفعه وينفعه عند الله سبحانه وتعالى. يروي الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا طلحة قال: أسلم رجلان أخوان من قضاعة، أما أحدهما فقاتل في سبيل الله تعالى حتى استشهد في سبيل الله. ومعروف لدى الجميع ولا يخفى على شريف أحد منا كم للشهيد عند الله سبحانه وتعالى من مكانة، وكم هو عظيم الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى له. لكن يقول طلحة رضي الله عنه: أحدهما استشهد في سبيل الله، وأما الآخر عاش بعده عام، ثم مرض، ثم مرض في بيت طلحة وعلى فراشه، ثم رأى في المنام طلحة الذي مات على فراشه قد دخل الجنة قبل الذي مات شهيدا في سبيل الله تعالى. تعجب من ذلك، فلما أصبح
قص لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرؤيا العجيبة، كيف أن الذي مات على فراشه يدخل جنة الله سبحانه وتعالى قبل الشهيد في سبيل الله، فقال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: من أي شيء تعجبون؟ أليس عاش بعده عام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: وصلى صلاة عام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: وأدرك رمضان؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فمن أي شيء تعجبون؟ خير الناس عند الله من طال عمره وحسن عمله. ورحم الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يقول: رمضان سيد الشهور، صيام في النهار وقيام في الليل وعتق من النيران. الفضل بن المعلى كان يقول: أدركت من السلف من كان ستة أشهر يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم بلغنا رمضان، وستة أشهر بعد انقضائه يدعو الله تعالى: اللهم تقبل منا رمضان. لذلك والله صدق وأفلح ذلك الذي قال: واذري الدموع حنينا وابكي من فرح على قدوم ليال ذات أنوار، على ليال لشهر الخير ما جعلت إلا لمحو أوزار أو تكفير آثام. لكن أيها المبارك الحبيب القريب من ربك، يا أيها الصائم، لا تغفل وأنت في شهر رمضان المبارك عن كتاب الله سبحانه وتعالى، عن القرآن الكريم. وكيف يغفل المسلم الصائم عن كتاب الله عز وجل وقد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن في هذا الشهر الكريم؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفرق واسع وبون شاسع بين المسلم الذي يقرأ كتاب الله وبين ذلك الذي لا يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها حلو وريحها حلو، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها حلو ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، طعمها مر وريحها حلو، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. فالله الله، ونحن في شهر الله، في شهر الصيام، في كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وحفظا وتدبرا وتلاوة، فإن من قرأ كتاب الله مع السفرة الكرام البررة، نسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا الصلاة والصيام وصالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين. وإياك نستعين على العبادة والحياة والتفكير والكلام والحركة والنوم والعمل وخفقة القلب وغمضة العين. ما يصنع عبدك دون عونك يا الله؟ يا من سكن إليه كل مكسور ودعاه كل محتاج، يا من ناجاه المهموم فتولاه وبكاه المظلوم فاجتباه، لك وحدك الحمد، لك وحدك الفضل، لك وحدك مقاليد كل شيء، فناجاه مما خفي وكان عندك أعظم. اللهم في آخر جمعة في رمضان نسألك ألا تخرجنا من رمضان إلا بالعتق من النيران. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تحرمنا من شفاعة القرآن، ولا من شفاعة الصيام، ولا من شفاعة القيام، ولا من شفاعة رمضان. اللهم لا تحرمنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الجنة ونعيمها. اللهم اجعلنا ممن قاموا ليلة القدر وتقبلها منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، وكن لهم عونا ونصيرا. اللهم في يوم الجمعة المباركة نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبل منا توبتنا، وأن تعفو عنا وترحمنا. اللهم في يوم الجمعة اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واعفو عن خطايانا وتجاوز عن تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أكرمنا بمغفرتك وتفضل علينا بعفوك يا عفو يا غفور يا ذا الجلال والإكرام.
أنتقل الآن إلى فاصل وبعده إلى مسجد الملك المؤسس إلى حين رفع آذان المغرب، صياما مقبولا في أمان الله.